شغال البرزنتيشن قدامكم ولا ايه؟ شباب دكتور باين، شغال بس يا دكتور؟ مظبوط فين؟ شغالة؟ دكتور شغال. تمام. بص يا باشمهندسين، يعني الصوت قطع واحنا بنتكلم. طبعا الناس شايفين اللي هي ريز يور هاند دي فوق، تمام؟ او حد يخش يقول الصوت قطع. ماشي تمام، ماشي تمام. صباح الخير يا شباب، هنبتدي المحاضرة دلوقتي، تمام؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي هعمل يعني ايه مائع، يعني ايه يونت ودايمنشن، وخدت بعض الخصائص بتاعة الايه البروبارتيز بتاعة الفلويد بتاعي. عندي هنا أول حاجة، عندي هديك اكزامبل. كنا باقي المحاضرة بتاعة المرة اللي فاتت اكزامبل كده مسائل عشان تعرف ايه تحل الشيء. الشيت إن شاء الله هنزله أرفعه على التيم آخر الأسبوع، تمام؟ عندي أول حاجة بقولك بروف ذات ذا فلوينج ريليشن ار دايمنشن ليس. بقول اثبت لي إن العلاقات دي دايمنشن ليس. يعني إيه دايمنشن ليس؟ زي ما أنت شايف هنا إن دايمنشن ليس اللي هو يعني أي حاجة أس زيرو واحد، اللي هي يعني ال أس زيرو تي أس زيرو، اللي هو يعني الدايمنشن بتاعها واحد، حاجة على حاجة الدايمنشن بتاعها. أول علاقة عندي بقول الـ v square على جي اتش. الـ v اللي هي سرعة، جي على الجاذبية الأرضية، الـ h اللي هي integration الارتفاع مثلا. هقول الـ velocity كانت بتساوي إيه عندي في صورة الـ dimension؟ كانت بتساوي ال t minus 1 اللي هي مسافة على زمن. فقلت ال t minus 1. عندي الـ g الـ acceleration بيساوي ال t minus 2. في ال H عبر عنها بال L زي ما انتم شايفين. ال دي هتطلع لو ربعتها هتبقى ال تربيع T minus A 2، ودي لو ربعتها فوق ال تربيع T minus 2. يعني الاثنين بيساوي ال أس 0 T أس 0 اللي هي dimensionless، يعني تطلع حاجة ملهاش dimension ملهاش أبعاد. عندي وهكذا نفس الكلام اللي تحت. عندي وانا رقم B بتقول لي الفورس على رو الفورس كانت بتساوي ايه المرة اللي فاتت؟ الماس اكسلريشن اللي هي كان الدايمنشن بتاعتها ام ال تي ماينس 2. وعندي الرو كان اللي هو يعتبر اللي هو ايه الدنسيتي بيساوي ايه؟ ماس على فوليوم، يبقى ام ال ماينس 3. الفيلوستي احنا قلنا الفيلوستي هي فوق بس تربيع، يبقى ربعها اللي هي ال تربيع تي ماينس 2 في اللي هو ايه الارتفاع ال تربيع اللي هو الاريا اللي في ال.
خلصنا الكلام ده مع بعض، طلع برضو ان ام اس 0 ال اس 0 دي اس 0، يعني اللي هو ايه دايمنشنز. ممكن عندك اديك حاجه عشان تطلع كده بالغلط في الشيت اللي يطلع ليها دايمنشن، تكتب لي اللي هي ليها دايمنشن وايه، يعني يقول لي لا دي مش دايمنشن بس مش بواحد، ليها دايمنشن. عندي سي ودي فيهم حاجه غريبه انتم ما خدتوهاش، فيهم حاجه اسمها نيو وميو، ده لسه هناخدها النهارده اللي هي الفيسبروستي بتاعتي. عندي سيجما فاكرينها اللي هي السيرفيس تنشن خدناها كان بتساوي برضو اف في ال اس ماينس 1، وعندي الاتش اعبر عنها بال. عندي هنا الاف اللي هي ايه اللي هي فورس، يعني هي كانها فاكرين اللي انا قلت لكم اللي ينفع اعبر عن الدايمنشن بام وال وتي او اف وال وتي. انا هنا اخر واحده عملتها لكم بالاف وال وتي عشان اسهل الدنيا شويه، اللي هي ال ماينس 1 راحت مع ال واف على الاف اللي هي ايه دايمنشن لس. كل ده تحت بند اللي هو الدايمنشن مش اليونتس، يعني ده اشتراك دايمنشن. عندي لو انا هكمل على اللي هي تعويض مباشر في البروبرتس بتاعت الفلويد المره اللي فاتت، بقول عندي a tank with a volume in 1 meter cube is valid with liquid with a specific gravity اللي هي الاس جي 1.2 and transported in a space shuttle اللي هو مكتوب فضائي يعني حاله في الفضاء to the moon. What is the weight and the mass on the earth and the moon؟ عايز ال weight بتاعي وال mass لما في حالتين، مره على الارض ومره على ايه سطح القمر. اول حاجه يا وانا بقول زي ما انتم شايفين اللي معايا نفتكرها من المره اللي فاتت، عندي ايه المعطيات بتاعتي مديني الفوليوم، وانا هكتب هنا كده هقول ايه دكتور. انا اسف بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تفضل. هو اللي بيخشوا الميتنج دلوقتي ما بيعرفوش يخشوا عشان مستني حد يقبلهم، فهو انت المفروض حضرتك بتقبليهم ولا؟ طيب طب ماشي هطلع من السلايد بس. تمام. طب انتوا شايفين كده الشاشة واضحة عشان اشوف زمايلكم لو بيخشوا ولا ايه؟ شايفينها شايفينها شايفينها؟ شايفينها كده. طيب ماشي. هو انا عندي زي ما انا بقول لكم كده، اول حاجة الفوليوم بتاعي 1 متر كيوب. تمام؟ وعندي الـ specific gravity بتاعتي الـ SG زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت 1.2. حد طبعاً عشان بس مش عايزة حد يخش معايا في المحاضرة عشان أخلص. عندي الـ specific gravity زي ما احنا فاكرين اللي هي ملهاش يونت. بقول عايز أحسب الـ weight على الـ weight بتاعي والـ mass في حالتين، لما على الأرض ومرة على الإيه؟ على القمر. أول حاجة هي on earth. بقول الـ specific gravity كانت بتساوي إيه؟ تساوي جاما ليكويد او فلويد اي فلويد عندي على جاما ووتر او رو فلويد على رو ووتر زي ما خدنا. بقول هنا الاس جي بتاعي مديهولي 1.2، وانا عارف ان جاما ووتر حاجه محفوظه 9810. تمام؟ هقدر اجيب جاما ليكويد بتاعي، اي سائل هيطلع هو الوحده بالنيوتن عشان انا واخد الجاما ووتر 9810. بعد كده يا وانا هقول عندي الجاما كانت بتساوي ايه بقى؟ ويت بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي ويت على الفوليوم. انا مديك الجراما هقدر اجيب والوحدات متظبطه هجيب مين؟ هجيب الويت بتاعي. جبت الويت بالنيوتن. بعد كده يا وانا بقى ماس، هجيبه ازاي الويت منه ماس؟ انا عارف ان الويت بيساوي فورس، صح كده؟ هي وزن او فورس.
وعارف ان الوزن او الفورس بيساوي ايه؟ بيساوي الماس في الاكسلريشن في الجي في الجرافيتي بتاعي على الجاذبيه الارضيه. انا جبت الويت، هقول الويت معايا والجي انا عارفها حاجه ستاندر لازم ابقى عارفها في حاله النيوتن ايه 9.81، هقدر اجيب الماس بالكيلو جرام. تمام كده؟ عندي في الحاله الثانيه وانا بقول اون مون، بقول لك ملحوظه كده ان عجله الجاذبيه الارضيه على سطح القمر بيساوي سدس الايه؟ الجاذبيه على سطح الارض. تمام؟ عندي طبعا الماس خلاص هي كونستانت مش هتتغير، يبقى انا هقدر اجيب الاكسلريشن عن طريق ايه؟ اضرب ان الجي بتاعت الارض اضربها في مين؟ في السوتس، يعني اقسمها على سته. جبت الاكسلريشن بتاع القمر هقدر اجيب منها مين؟ بتاع وزن الايه؟ وزن على سطح الايه؟ القمر بتاعي. اقول 1200 في الاكسلريشن الجديده اللي ايه؟ اقول ايه؟ اون مون. هو ده بس اللي هيختلف معايا. عندي بعد كده لو انا هحل اكزامبل تاني على بقى ايه، احنا خدنا المره اللي فاتت برضو لسه بنكمل في الويت والرو والسبيسيفيك جرافيتي والسبيسيفيك ويت. عندي بيقول لي ذا بارلل اوف اويل ويت 1.5 كيلو نيوتن كالكوليت ذا سبيسيفيك ويت and the density and of the oil. The barrel contain 179 liters and its own weight بتاعه 119 نيوتن. يعني ايه؟ هتلاقي واحدة زيها في الشيت بالظبط. عندي بقول لك عندي برميل أو خزان تانك، يعني برميل اللي هو البارلز ده، بيقول لي اللي هو الأويل ويت بتاعه يعني وزنه بالويت بالاويل بكله كان 1.5 كيلو نيوتن. تمام كده؟ كان 1.5 كيلو نيوتن. بيقول لي عايز احسب بقى كل حاجه هتلاقي سيستماتيك. اول حاجه مين؟ الدينستي سبيسيفيك ويت وهكذا. أول حاجة أقول وزن التوتال بتاعي كان إيه؟ 1.5 اللي هو 1500 نيوتن، ضربت الواحد ونص في 1000. تمام؟ عشان إن الكيلو خليتها نيوتن على طول. عندي بقول لك البارلز بتاعي أو اللي هو البرميل هو وزنه الويت بتاعه كان كام؟ الأون ويت 119، يعني ده الأون ويت بتاع البرميل بس كحديد بس مثلا. أنا دلوقتي بجيب له اويل ولا بجيب للبرميل؟ انا بجيب، انا بكل دراستي على الفلويد على السوائل. يبقى انا بقول عندي اني هجيب الويت بتاع الاويل بس او الفلويد بس، بقول وزن البرميل كله ناقص وزن الايه؟ الحديد بتاعي. هيطلع مين؟ هيطلع وزن الاويل. بعد كده هبتدي بقى احط الايه؟ قوانين واحده واحده. عندي الجراما كانت بتساوي ايه؟ الويت بتاع الاويل او الويت بتاع الفلويد ايا كان بقى، ميه، ريز، زيت، اي حاجه، على الفوليوم. عندي الويت بتاعي خلاص جبناه 1381 على الفوليوم. انا ده هنا 179 هضرب في كام عشان احولها اللتر ده؟ اللتر ده يعني كام؟ يعني سنتي تكعيب. تمام يا باسم؟ ولا هضرب بقسم على 1000 او بضرب في 10 اس ماينس 3. تمام؟ او اقسم على 1000 زي ما انتم شايفين. يبقى هنا هقول كده عشان ايه الناس برضو تبقى عارفه اللي انا قسمت على 1000 حولتها ايه؟ لمتر تقريبا. تمام؟ بعد كده خلاص جبت الرومه. الرومة عندي بتساوي ايه؟ ممكن اقول هنا ان الرومة كانت بتساوي ايه؟ برضو من حيث ان انا جبت الرومة بتساوي القانون التاني بتساوي ايه؟ رو في الجي، صح؟ ده كان حاجة. او اجيب من هنا عادي ماس على الفوليوم. ماشي؟ برضو انا من رأيي هنا برضو يعتبر قسمها، يعني فاهمين؟ هنا بصوا خدت الروما عمل ايه هنا؟
انا بقول لك ان الرو بتساوي ماس على الفوليوم، او بتساوي الروما بتاعتي بتساوي رو في الجي. انا جبت الروما تمام هي 77.5، هقسمها على الجي. هو ده اللي حصل يعني، هو قسم الكمية دي على الجي تحت اهي، ادتني الكثافة بتاعتي في الرو بتاعي. بعد كده يبقى انا هنا هستخدم هو ايه؟ استخدم القانون اللي هي ان الروما بتساوي رو في الجي تمام؟ الرو في الجي انا عارف ان الروما ماس على فوليوم، خلاص ماشي الرو سوري ماس على الفوليوم. انا جبت من فوق دي معايا 77.5، هقسمها على الجرافيتي اهي. جبنا مين؟ جبنا الرو بتاعتي تمام؟ يبقى طبعا الناس تعدلها عشان هنا اعتبر ايه؟ قسم الماس على الفوليوم، اعتبر الويت بتاع الفوليوم برضو الويت هو يعتبر الماس، ماشي يعني اعتبرها ديت انها ايه؟ الويت هو بيساوي الماس هنا. هي فعلا هنا في حالة البرميل ده الوزن هو نفس الايه؟ نفس الكتلة بتاعتي. وبرضو لو انا طبقت في القانون التاني روف جي تمام برضو صح. عندي بعد كده اخر حاجة هبتدي احسب مين؟ عايز بعد الدينستي السبيسيفيك جرافيتي. ابتدي احسبها سبيسيفيك جرافيتي بتساوي ايه؟ سبيسيفيك جرافيتي بتاعتي بتساوي الروما فلويد على الروما ووتر، ايه طلعناها ومن غير يونت، لاني عارفين سبيسيفيك جرافيتي دي من غير يونت تمام. عندي بعد كده عندي اكزامبل 4. دكتور معلش، الحتة اللي فاتت بتاعت الروجي تاني معلش. تمام معلش يا دكتور، انا عندي بس طلب صغير. نعم عندي طلب صغير معلش. اتفضل. احنا المحاضرة اللي فاتت كنا عايزين بس البي دي اف او الباوربوينت بتاع اللي حضرتك بتشرحي منه ده، عشان كنا عايزين نذاكر منه. ما انا نزلته، نزلتيه فين؟ حطيته على التيم، مش بعد كده انت قلت لي، قلت لكم انزله لكم على التيم تاني. خلاص مفيش حاجة، هبعته لكم بعد ما نخلص. نخلص بس، قلنا ما حدش يقاطعني عشان نخلص ماشي؟ تمام ماشي، يبقى في الآخر انزل المحاضرتين اوكي؟ تمام. عندي هنا المرة اللي فاتت أنا قلت الروما بتاعتي بتساوي ويت على الفوليوم أو بتساوي رو في الجي تمام؟ أنا جبت من المسألة في الأول إيه؟ بدل عندي وزن جبت منه الروما، هقدر اقول ان الروما بتساوي الرو في الجي. عايزه اجيب بقى بعد كده الدينست الرو، بما ان اللي معايا الروما ومعانا عارف الجي معايا، هقدر اجيب مين؟ هقدر اجيب الرو بتاعتي. يبقى انا قلت الرو بتساوي الروما على الجي. يبقى انا عندي هنا كده عشان الناس ما تتلخبطش، يبقى انا عندي الرو اهي بتساوي الروما اللي انت جايبها على الجي، يعني الرقم اللي انت جبته اهو فوق اهو قسمته مين؟ على عدد الجاذبية الأرضية. طلعت عندي مين؟ طلع الرو بتاعي. بعد كده قلت السبيسيفيك جرافيتي بتساوي ايه؟ بتساوي روما الأويل أو روما الفلويد بتاعي، أي فلويد، على الروما ووتر، حاجة ثابتة من المرة اللي فاتت، عوضت عادي تعويض مباشر. اكزامبل رقم 4 بيقول لي a liquid compressed in a cylinder has a volume 1 liter at 100 newton per centimeter square and a volume of 995 centimeter cubic at 200 newton. بيقول لي what is the bulk modulus of elasticity؟ البارك مودلس من المرة اللي فاتت انتوا عارفين اللي هو ايه؟ ثابت الانضباطية، يعني هو هنا عايز الري ثابت الانضباطية. كان بيساوي ايه ثابت الانضباطية؟ بيساوي تغير الحادث في البريشر على، طبعا فاكرين اشارة النيجاتيف، على دلتا فوليوم على الفوليوم الأصلي، أو اللي هو تاني قلنا التغير اللي حادث في البريشر على الدلتا رو على الرو، بس من غير نيجاتيف عشان الرو بالعكس، يعني هنا الفوليوم هيقل لكن الايه زي ما اتفقنا
الدينستي هتزيد، ففي قانون الدينستي مفهوش ثابت. انا على التعويض مباشر، هو بيقول لك ان كانت الفوليوم الاولانيه 1 لتر اللي هي ايه 1000 ايه سنتيمتر كيوب، عندي بريشر كان كام 100 نيوتن بير سنتيمتر كيو سكوير سوري. عندي الفوليوم 2 قال لي شويه ضغطوا فبقى 995، قال لي بعد كده اداني في بريشر ما فيهاش اي حاجه. اقول لو انا حاطه كل واحده في سطر اقول الفوليوم، طبعا الفوليوم عشان عاملاه عشان اشاره التغير اللي حصل، الفوليوم 2 ناقص فوليوم 1 او ايا كان، بس احتفاظ بالاشاره عشان يطلع فيه ما فيش اشاره نيجاتيف. يعني عندي لا اما لفوق ناقص بعض، لا اما في 1 ناقص بيتو، لا اما ايه عشان بس تغيير ايه الاشارات زي ما انتم شايفين. اخلص الوحدتين مع بعض ولازم اتاكد ان الوحدات زي بعض، فهنا البريجر نيوتن مع نيوتن وسنتي، وكل الوحدات عندي بالسنتي. وطبعا ده مش نظام، هو ما ينفعش ان انا نيوتن مع سنتي، طبعا ده نظام وده نظام تاني، بس هي المساله دي صرفها كده. وقال لي ما تحولش حاجه، يعني ما تبنيش سيره التحويلات، فانا اكملها زي ما هي كده نيوتن مع سنتي. عندي اكزامبل 5، عندي what the diameter of a circular tube with you required to make water rise at 70 فهرنهايت to a height of 30.5 متر inside the tube. ده مين inside the tube؟ ده بتاعت مين؟ ده التيوب اللي هو خاصية الكابيلاريتي. تعالوا نشوف هنعمل ايه، وهي مية كلها وقال لي ووتر، صح كده؟ قال لي اهو كلام ووتر، يبقى انا عارف ووتر فيه ايه؟ حاجة في دماغي محفوظة ان ووتر عندها الثيتا بزيرو، تمام. هو بصوا هنا عشان بس انا ما عرفتكمش الموضوع ده، يعني انكم هنا مديكوا السيجما ماشي، يعني السيجما دي مداني فوق، هو المفروض في تداول من عشان هو ووتر مديني 70 فهرنهايت هيديني السيجما اللي هي دي. بس انا هنا طبعا معلش انا نسيت اقول يعني قبل كده اتكلم اللي هي في تيبل، احنا عشان مش عايزاكم فيه في المساله، يعني مش هدولكم في الامتحان التابلت تجيبوا من التداول والكلام ده. بس انا هنا هديك السيجما فوق معايا، اقول ثابت السيرفس تنشن ماشي معايا هنا كده، يبقى هنزود ان السيرفس تنشن كانت بكام عندي؟ كانت بوينت او، تمام؟ يعني دي مديها لك ايه ثابت معايا. هنبتدي نعوض تعويض مباشر الار او الدايمتر. احنا هنا كان القانون في ار، ممكن نجيبه كان في دي او نضرب في اتنين زي ما انتوا هتشوفوا في الاخر. عندي هنا الار كانت بتساوي ايه؟ او كان الاتش كانت بتساوي ايه؟ الاتش فاكرين؟ 2 سيجما كوزاين ثيتا على جاما في الار، جاما في الدي سوري المره اللي فاتت، تمام؟ ده الاسبوع اللي فات. انا هعوض 2 سيجما سيجما معايا، وقلنا الووتر كوزاين بتاعتها بزيرو، يبقى كوزاين زيرو بواحد. وعندي الدراما برضو نيوتن 9810 عشان الوتر، وضربت هنا مديني ارتفاع لايه الهايت قد ايه 30.5. ضربت عندي جبت عندي مين؟ جبت الريديوس. انا بقول لك انا ممكن عايز دايمتر، انا كاتبه في المساله دايمتر، فبقول لك الدايمتر بيساوي ايه 2 ار، ضربت الرقم ده في 2. عندي بعد كده بقول لك كالكوليت ذا ديستانس ديبريست يعني تنخفض باي ميركوري اللي هو الزئبق ان تيوب اوف نص سنتي دايمتر بلو ذا ناتشرال ليفل عن الليفل الطبيعي. جيفن بقى هنا بص، انتوا لو فاكرين المره اللي فاتت المره اللي فاتت، بس هي تشوف المساله كده لما فاكر كان في ايه، قلت لك هتحفظ الثيتا بتاعه الزئبق والوتر، صح؟ انا هنا الثيتا بتاعت الوتر مديها لك، هي من الجدول على فكره عند درجة الحرارة المعينة دي اللي هي ستاندر، كان تقريبا الثيتا اللي هي 127 درجة و20 ثانية، اللي هي مين بقى؟ اللي هي تقريبا أنا قربتها لكم، لأن ستاندر 130. يعني أنا برضو لو قلت ما لو مديتلكمش أنا أي حاجة عن الثيتا بتاعة الزئبق، فحاجة محفوظة اللي هي إيه 130 بتاعتي. أنا هنا اللي أنا مديها لك بيقول لي سيجما ميركوري هي اللي بيديه لك بالداين، تمام؟ يبقى انتوا في انهي نظام داين وسنتي؟ يبقى ده نظام الفرنش سيستم. ابتدي اعوض، ابقى اقول الاتش بتاعي
بيساوي 2 سيجما كوزاين ثيتا على رامها في الار. دي انا عارفها اللي هي 13.6 من 10، ده الاس في حاله الروم 13.6 من 10. اضربها في الراما ووتر، انتوا عارفين فاكرين الراما ووتر في حاله الروم بكام؟ في حاله الروم بواحد. يبقى انا هنا اكني ضربت ايه 13.6 من 10. بقول السيجما الداين والسنتي، تعالوا نخلوها برضو في الجرام. سيجما هقسمها على الجي بتاعتي اللي هي عدد الجاذبية الأرضية بس في حالة الضين اللي هي 981، جبتها عن طريق ايه كلها جرام. يبقى انا هظبط تحويلات المسألة كلها. عايز تخلي الجرام هي اللي بالضين، هتضرب ال 13.6 في كام؟ 981. تمام. عندي هنا هقول ان الاتش بتاع الارتفاع اللي انا عايزه ده الديستانس اللي هو الارتفاع والانخفاض بتاعي اللي حصل بيساوي 2 في سيجما بعد التحويل في كوزاين الزاويه على 13.6 في 100 في الايه الريديوس بتاعي. هو مديك هنا الديامتر، يبقى انا ايه هقسمه على 2 عشان اجيب الريديوس. بقول هنا طلعت سالب 0.021 سنتيمتر. عندي هنا بعد كده المسألة دي برضو اللي هي ايه مقارنة بين الكابيلاريتي في حالة الزئبق وحالة المية زي اللي فاتت. فانتوا يعني انتوا بقى شوفوها، انا هنا ادي مقارنة ارتفاع ووتر زاوية زيرو وارتفاع ووتر زاوية كام، ارتفاع سوري زئبق زاوية كام، زاوية 130. هيطلع الفرق فين ايه فين الارتفاعات زي ما انتوا شايفين. يبقى انتوا بصوا لها كده بصة، لو حد عايز عنده حاجة فيها يقول لي المرة الجاية. ماشي، تعالوا بقى نبتدي محاضرة النهاردة بقية الخصائص بتاعتي. دكتور معلش بس ممكن حضرتك تقبل الناس عشان في ناس كتير على داخلة طب حاضر، ومحتاج انا كل تقبل. ده كان اكزامبل عن المسائل عن المرة اللي فاتت. تمام، هبتدي اقبل الناس وارجع للمحاضرة تاني. تعالوا بقى نبتدي محاضرتنا بتاعة النهاردة. عندي كنت قلت المرة اللي فاتت هكمل المراتي خواص السائل، صح؟ بس كان في خاصية كده من الغازات أنا حبيت أعرفها لكم، بما إنكم اتصالات أو حاجة غير مدني، فأنتوا المفروض اللي أنتوا يعني الضغط ده أو الضغط الغازات داخلة معاك في حاجات كتير. هبتدي أشوف بقى عندي ايه هو ضغط الغازات او هجيب منين التمبريتشر في حاله الغازات. عندي اول حاجه بقول لك الايديال جاز فلو، الغاز اللي هو الستاندر بتاعه او الايديال. The change in gas density is directly related بيتناسب to change pressure and temperature. اللي هو من الشكل اللي عندي بقول لك ان البريشر بتاعي بريشر اللي هو الضغط او الابسوليوت الضغط المطلق بتاعي بيتناسب مع الرو اللي هي الكثافه، بس طبعا هنا الغاز الغاز دينستي يعني، وفي ثابت الار بتاعي اللي هو ثابت الغازات، وفي اللي هو ايه التمبريتشر بتاعي. انا عندي هنا في زي 4 نوع تمبريتشر. ماشي، عندي تمبريتشر اللي هو ايه سليس جاست، عندي الكلفن، عندي الفرنهايت، عندي الرانكين، عندي تعالوا نشوف ايه الفرق بينهم او بس بسرعة كده عشان ايه انا عارفة ان انتوا يعني تعرفوها بسرعة. ايه الفرق بين اللي هو التمبريتشر درجة الحرارة بتاعتي، ايه الفرق بينهم؟ الرانكين ده والفرنهايت ده في النظام الانجليزي، لكن الريلفين والسيلازيوس ده في النظام اللي هو الاس اي سيستم بتاعي او الدولي. بيقول لك هنا المفروض حاجه مش طالعه، انا طبعا هديكوا لو جبتها هديكوا انا ثابت الار ده
شريف ندوة، انا بقول ان ده رور غازات الدينستي بتاع الغاز، وده الغاز كونستانت بتاعي الار، بجيبه في روم تيبل اهو، انا مديك الجدول وبقول لك هنا مثلا يا وانا كاتبه لك ستاندرد يعني ده هي. يبقى انت اول حاجه اوتوماتيك اللي انت هتخش ايه على الار بتاعتها. عندي بعد كده بقول ان التي او التمبريتشر يبقى برضو ابسوليوت تمبريتشر بتساوي يا اما كلفن، عشان احول سيليزيوس لكلفن بقسم بجمع عليها سوري بعمل سمشن عليها كام؟ 273 عشان اخليها في صوره ايه تطلع كلفن، درجه حراره كلفن. لو انا عندي عايزه بالرانكين، الرانكين اللي هو هيجيلك في المساله بالفرنهايت، هجمع عليها 460. هي حاجه يعني ملحوظه عشان تبقى انت عارفها، عشان تبقى انت بس عارفها ايه لل يعني ليك انت يعني، وانت درجه الحراره عايز درجه الحراره ايه يوم ما درجه الحراره اللي عندك. عندي هنا الابسولوت بريشر اللي هو الضغط المطلق بيساوي البي ريت زائد البي اتوم بتاعي. تعالوا بقى نبتدي في اخر حاجه من خواص السائل او خواص المائع، ماشي؟ الفيسبروستي. ايه الفيسبروستي بقى دي؟ عندي الفيسبروستي بتاعتي دي، يعني ايه الفيسبروستي اصلا؟ ما اقول لك الفيسبروستي دي هي مكتوب بالعربي فوق ايه؟ مقاومة المائع للحركة. يعني ايه بقى؟ ابتدي اشرح كده الاول بالبلدي وبعدين هقول له ايه الكلام المكتوب. بقول له كده او حد يتخيل معايا اللي هو عنده، لو انت كنتوا شايفيني يعني عندي هنا زي ايه؟ لو انت كل واحد كده مسك ورقه بين ايديه، حط ورقه على ايده، ورقه بيضاء او ايده مثلا، وحط ما بين الورقه ده جاب قاعد يعمل احتكاك ما بين الورقه او السطح بتاع ايده ده ومثلا سطح تاني فوق، عمال ايه يعمل له احتكاك، كأنه بيعمل احتكاك ما بين ايده يعني الايدين مع بعض. مش ده بيولد لي حاجه اسمها مقاومه في الهيد قص؟ بيقعد يعمل احتكاك، بيعمل فريكشن معايا. فبقول لك لو انا بقى عندي المائع ده هيعمل فريكشن ازاي؟ هيبقى فيه فلودتي او سائل فيه ميوعه، يبقى فيه ازاي ميوعه؟ بيعمل هيقاوم الميوعه دي ازاي؟ بقول لك عندي لو انا عندي سطح كده هنا فيكسد ثابت تمام؟ وعندي مثلا فوق سيان في سطح تاني ثابت هنا انا مش حاطاه تمام؟ وجيت هنا بقول لك حطيت زي موفينج بليت، يعني حاطه بليت كده خشب او اي زي ما قلت لكم اعتبرها كانها ورقه، ورقه كده خشب، بس الورقه دي ليها ايه؟ ليها فورس، ليها يعني ليها بقى تخانه وفونك واريا وحاجات زي كده. لو انا هبتدي وبين السطحين دول محطوط البليت، في مين؟ في سائل، او في سائل ده ليه لزوجه، اللزوجه بتاعته هي اللي هتتحكم معايا. يعني ايه؟ هبتدي بقى اشد البليت زي ما انتم شايفين كده طالع بمين؟ طلع بسرعه تمام، بس في جوه حاجه بيعمل ايه؟ هو السرعه بتشده هنا، بس في قوه من جوه بايه بتشده للعكس. هو ده حاجه اسمها مين؟ الشير ستريس. يعني انا المفروض اسحب البليد ده من هنا كده لبره، وفي حاجه تاني جوه ايه بتشده. ده مين؟ ده ازاي الموفينج بليد بتاعي. عايزين برضو نتكلم تاني يعني ايه موفينج بليد، عايزين نبين يعني ايه فيسبروستي. قلت لك هي ممنع او مقاومه السائل لقوه قص بتاثر عليه. يعني انا هنا في فلوس هي بتشد، وفي تاو او الناحيه الثانيه شير ستريس بتشد بالعكس، يعني كانهم في اتنين بيشدوا عكس بعض عشان ما يطلعش بره السائل تمام. عندي بعد كده ده مين؟ ده الفيسبروستي اللزوره بتاعتي. از موست امبورتنت بروبرتي، حاجه مهمه جدا، اهم حاجه تقريبا في خواص السائل. فور فلويد ايموشن، هي اهم حاجه في الموشن بتاع الفلويد. الفلوستي بتعتمد عندي تو فورمز، حاجتين، حاجه اسمها الدايناميك فيسبروستي اللي هي برمز لها بالرمز ميو، وحاجه اسمها كاينماتيك. دايناميك يعني ايه؟ يعني ما فيهاش حركه، حاجه ساكنه. الكاينماتيك فيسبروستي حاجه فيها حركه. بقول لك كاينماتيك فيسبروستي والديناميك. الكيناماتيك اسمها نيو، انا طبعا عامله اختصار عشان الناس ما تنساش.
هي مش بي كده، هي عامله يعني هتشوفوها بعد كده في المسائل مايله شويه. النيو بتساوي اللي هو على الروح، يعني ايه بيطلع بيطلع منها مين؟ بيطلع من النيو اللي فوق اللي هي الديناميك، بيقسمها على الكثافه بتاعتي عشان تطلع ديناميك. بقول لك الاثنين بيعملوا ليهم علاقه بمين؟ بحاجه اسمها هو شير ستريس بتاعي، هو الاحتكاك عندي عندي اون ذا اي سيرفيس. طبعا يا وانا قلت لك انت دلوقتي في قوه احتكاك بتاثر على البليد ده، تمام؟ القوه الاحتكاك دي بتاثر عموديه كده ولا بتاثر بالسحب؟ بتاثر بالسحب. ايه الفرق يا وانا قلت لك ان التاو دي هنشوف بعد كده، التاو دي بتساوي علاقه عندي بتساوي الفورس على الاريا، يعني فورس فورس بتاثر في اريا، تمام؟ ازاي هنا فورس؟ انت هتقول لي الفورس دي بتاثر كده في اريا اللي هو مثلا البليد ده. انا بقول لك ان الفورس في حالات البليد هي بتعتبر شير ستريس لانها بتاثر كده، بتاثر مع اتجاه الفلوستي او مع اتجاه سحب الايه؟ سحب السائل، سحب الجسم ده، يعني سحب البليد ده مش الفورس العموديه. ماشي؟ اهي بيقول لك اون ا سيرفيس فيلوستي جريدينت، بتاثر مع الفيلوستي جريدينت اللي هو ايه؟ اللي هو عارفين الجريدينت الفيلوستي بتاعتي لسه هشرحها، اقول اللي هي اللي هي توزيع الفيلوستي على لو انا مثلا الجسم ده واخده بعمل رسم الديستريبيوشن على حاجه هبتدي اوزع الفورس الفيلوستي جريدينت بتاعتي. عندي بعد كده انا اهو عندي ده بليد بيتحرك وده هنا محطوط فيكس بليد، وفي الاغلب بيبقى برضو في فيكس بليد او حاجه جسم تانيه ما بتتحركش فوق، وده سائل اللي هو ليلي زوجة ده بيقعد يحاول يسحب يسحب يسحب، بس في قوه الشير بتيجي ايه؟ قوه الشير الناحيه التانيه زي ما هنشوف كده هنا، قوه الشير بتبتدي ايه؟ تسحبه. دكتور ايوه معلش ممكن الحته دي تاني؟ ماشي، ما انا هشرحها تاني. ماشي، هنبتدي نقول تاني. عندي هنا ده فيرست بليد، حاجه جسم صلب، يعني حاجه اكني قاعده صلبه مثلا، يا وانا يا وانا اهو ريستد على مكتب مثلا، وعندي بعد كده حطيت سائل، تمام؟ بعد كده حطيت موفينج ذا بليد، يعني جسم او بليد او مثلا يا واقول ايه زي مثلا ماسوره كده بحركها بسائل، تمام؟ الماسوره دي ليها ايه؟ هتتحرك بسرعه، ليها سرعه ايه؟ بلوست. بس هتلاقوا في الناحيه الثانيه حاجه بتقاومها اللي هي مين؟ اللي هي الشير ستريس اللي هي التاو. الشير ستريس اللي هو التاو ده هتلاقيه ده الفلوست بيشد من ناحيه، والسائل عايز ايه؟ يطرد الجسم ده من ناحيه ثانيه عن طريق الشير ستريس. فانا بقول معايا يا وانا خدت يا وانا خدت زي ما انتم شايفين اهو، بقى نشرح هنا شويه. يا وانا خدت هنا ادي فيكس بليت اهو ثابت، وحطيت ادي الفورس بتاعتي، بصوا كده باينه هنا ادي الفورس اهي، ادي الفلوس اهي مع اتجاه الفورس، تمام؟ بس التاو بتعمل ايه؟ عايزه تشد بره، تشد الناحيه الثانيه، تمام؟ عايزين نتكلم مع بعض كده نفكر شوية، أنا هشرح وشوفوا أنتوا فهمتوا ولا لأ. يا وأنا بقول الجسم ده كده ليه واي معينة زي ما أنتوا شايفين، المرتفع البليد محطوط على بعد معين من الفيكسد. بقول إيه بقى؟ عايزين نشوف العلاقات، يعني إيه الفورس بتأثر معايا إزاي؟ ويعني إيه الشير ستريس أثرت؟ الكلام ده. بقول هنا إن الفورس بتاعتي لما تتناسب علاقة مين؟ طرديه مع الفيلوسيتي. يعني ايه؟ يعني كل ما انا زي ما انتم شايفين قربت من البليد ده اللي بيتحرك، كل ما الفيلوسيتي ايه؟ زادت. لما الفيلوسيتي بتنزل تحت للفيكس ده هتلاقوها بيكاد يكون زيرو، يبقى فعلا السرعه القريبه من البليد كبيره، يبقى علاقه طرديه، دي بتزيد دي بتزيد. ماشي، عايزين نشوف تاني. انتم شايفين ان الفورس اللي فوق عندي الفرصة هي تتناسب ايه؟
عكسي مع مين؟ عندي ال H بتاعتي ال Y دي أو الارتفاع برضو عكسي، إن لما يزيد الفورس ال Y بتقل. فعلا عندي لما الفورس دي هتبقى كبيرة المفروض ال Y دي تبقى إيه، الارتفاع إيه، قليل. حاجة منطقية. ده قانون مين؟ قانون نيوتن. إثبات عم نيوتن قال لك إن لو أنا عندي جسم فيكسد محطوط معايا جسم تاني بيتحرك، ده الاستنتاج بتاع القانون بتاعي. برضه بقول الاريا، اريا البليت بتتناسب ايه؟ لو الاريا دي كبيره هتديني فرصه كبيره ولا فرصه صغيره؟ لا هتديني فرصه كبيره، يبقى بتتناسب عرق طرديا، دي بتزيد دي بتزيد. من هنا بقى هقول ايه؟ يعني الاف على ايه؟ تمام؟ او من هنا بقول ان الاف تتناسب، خليها هنا كده، الاف تتناسب، معلش بقى التناسب دي تناسب مع ايه؟ مع طردي يعني الايه والانفلوسي فوق على الواي، تمام كده؟ الاف تتناسب مع الايه في الفي على الواي، تمام. ده من الاثبات. تعالوا نشوف بقى لو انا عايز اشوف ايه هو، اشيل بقى التناسب دي، احط ثابت مين؟ هحط حاجة اسمها ثابت مين، يبقى الإف بتساوي ميو، الميو ده هو الثابت مكان التناسب، ثابت في الأريا في الدي في باي دي اي واي. دي في باي دي واي دي ساعات اللي أنا بقول لك عندي لو أنا بقى في ديفريشن اللي هو أو السرعة صغيرة، أو أنا مثلا خدت شريحة صغيرة، هبقى الدي في باي دي واي، يا إما هكتبها في على الواي عندي، تمام؟ اللي هي دي اسمها إيه؟ دي في باي دي واي اسمها الفيلوستي بريدجنت، دي اسمها الفيلوستي بريدجنت بتاعي، ماشي. وده مين؟ ده الاريا بتاعت البليت اهو، اريا الجسم اللي بيتحرك، او اريا الجسم المحتكه عندي، الاريا المحتكه اللي فيها فريكشن، احتكاك يعني فريكشن. مش انا قلت من شويه ان الشير ستريس نكتبها هنا كده تاني، هي مكتوبه تقريبا في الجزء التاني، التاو بتساوي الفورس على الاريا، تمام. انا هنا وديت الاريا الناحيه الثانيه، يبقى التاو او التاو بيساوي الفورس على الاريا، والفورس على الاريا بيساوي، طب احنا هنشيل الاريا عشان الناس ما تتلخبطش هنا، يبقى الفورس على الاريا بيساوي ميو في الجي في باي دي واي، تمام. ده مين؟ ده كل ده هنساويه هنا كده بحاجه اسمها التاو شير ستريس بتاعي. يبقى انا عندي فورس على الاريا، قلنا فورس على الاريا مش عموديه زي البريشر العادي، لا الفورس تتحرك مع السائل مع البليد ده، بيساوي ثابت الميو، ثابت الدايناميك فيسكوستي في دي في باي دي واي، او الفي على الواي اللي هو الفيلوستي ديستريبيوشن بتاعي، تمام. يعني انا هنا تاني الكلام ايه، عندي بليد، البليد ده بدرس عليه كل ما هو احتك بالسائل، يعني باخد الاريا المحتكه، باخد الاريا المحتكه تقريبا هي الاريا، باخد الواي برضو اللي ما بين البليد وما بين الفيكس بتاعي، مش اي واي، برضو الفلوستي اللي ماشي بيها سرعه البليد في السائل على حسب طبعا، يعني النزوله كل ما النزوله بتاعت السائل ده عالية ايه اللي هيحصل في سرعه البليد دي؟ احنا قلنا كل ما السرعه قريبه من البليد كل ما السرعه زياده فوق قليله تحت، يعني بتزيد ايه؟ بالقرب من مين؟ من سطح البليت عندي. عندي تعالوا نشوفوا بقى، يا وانا عايز الدايمنشن بتاع الدايناميك فيسكوستي. دكتور معلش ممكن نرجع تاني للحته بتاعت الايه دي؟ نرجع فين بقى؟ ايوه احنا ليه بقى شلنا الايه؟ الاريا مساحه البليت اللي عندي. ايوه يعني هي ده غلط في السلايد ولا حضرتك شلتيه عشان ده في التاو؟ بتقول ايه؟ هو ده غلط في السلايد، يعني احنا لما نيجي نحط الاف هيتساوي ميو في دي في على دي لا واي لا على لا طول؟ انا بستنى تجلر بقول لك، عشان انا من اول مش كاتبه ان التاو بتساوي الفورس على الاريا، تمام؟ تمام. انا ممكن خلاص ماشي ما تشيلش، نمسح دي يا سيدي ما تزعلش. هي الاف بتساوي ميو، بص كده مش تاو، بتساوي الفورس على الاريا، بتساوي ميو في الدي في باي دي واي،
تمام؟ تمام ماشي، تمام هخليها هنا. هنا بص هنعملها هنا في بطنك كده، هنعمل ساوي لانها ايه؟ الاف. اف ماشي فعلا ماشي، ايه بتساوي تاو بتساوي الاف بتساوي ميو في الدي في باي دي واي في الاريا. الاريا دي بتاعت مين؟ بتاعت الاف، عشان كانت على ايه؟ تحت يعني. ماشي، فانا بقول لك في المسائل يا اما بيقول لك عايز شير ستريس صريحه كده، يا اما يقول لك عايز فورس. ماشي، لو عايز شير ستريس هتعمل ايه؟ خلاص هتعوض في القانون اوريدي ميو في مين؟ في الفي على الواي او الدي في باي دي واي. تمام، لو قال لك عايز فورس يبقى انا لازم اضرب ايه؟ في الاريا. انا بص تمام انا همسحهم عشان ما نلخبطش الدنيا. تمام، انا بشرح بس عليه. تمام ماشي دكتور، شكرا. ماشي عشان ما نلخبطكمش، بس هنا التاو اهي بتساوي الفورس على الاريا بتساوي العلاقه دي. بس انا عشان اشيل التناسب ده حطيت ثابت مين؟ حطيت ثابت الفيسبروستي. عشان اتخلص من التناسب حطيت ثابت مين اهو؟ ثابت الفيسبروستي. تمام؟ تمام عندي بعد كده لو انا بقى عايز اعمل الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الدايناميك فيسبروستي اللي هي الميو. الميو هي مش ام، هي اما يعني زي ما انتم شايفين مايله شويه، مش ام كده. تمام، عندي تعالوا نشتق بقى الكلام ده. شايفين هنا ده مين؟ ميو بتساوي التاو، او طبعا نكتبها عشان الناس. بصوا كده انا عندي التاو كانت بتساوي ايه من السلايد اللي فاتت؟ بتساوي ميو في الفي على الواي، صح كده؟ ده من السلايد اللي فاتت. تعالى نشتركها مع بعض. التاو بتساوي ايه؟ بتساوي فورس على الاريا في الميو اهي في الفي على الواي. لو انا عايزاكم كده تفتكروا معايا الدايمنشن، فاكرين بتاعها ايه؟ كان ماس الاكسلريشن، صح؟ انا هكتبها على طول عشان انتوا ما رجعوا عشان نخلص. بس كان الدايمنشن بتاع الفورس ام ال تي ماينس 2. الاريا اللي تربيع. تمام، انا عايز دلوقتي الميو، عايز الميو دي، عايز الدايمنشن بتاعها. الفيلوسيتي، الفيلوسيتي انا همسح الكلام ده تاني بس انا بشرحها. الفيلوسيتي كانت ال تي ماينس ايه؟ ماينس 1 على الواي ال. تمام، تعالوا نخلص الكلام ده مع بعض. دي هتروح مع دي، صح كده؟ والتربيع هيروح مع اللي فوق، والتي ماينس 1 لما تيجي هنا تبقى كام؟ لما تقسم تبقى هنا في ال، هتبقى فين؟ تحت، صح ولا غلط؟ لأن دي هتروح معايا التربيع هيتبقى الماينس 1 بس. يبقى من هنا هقول إن التاو بتاعتي هخلصها اللي هي في الصورة دي في الواي على الفي. أنا خلصتهم بس بشكل تاني غير اللي أنا كاتباه في السلايد. عندي هنا أقول من هنا إن ثابت الميو أهو بيساوي ام اس 0 ال اس 0 تي اس 0 تي اس سوري ام اس ال ماينس 1. لو انا همسح ده، حد فاهم انا كتبت ايه في الاول؟ لو انا عايز استنتج القانون بقى في صوره دايمنشن، ادي التاو بتساوي فورس على الاريا ميو في الفي على الواي، صح كده؟ انا بعملها تاني عشان الناس. الفي على الواي، تعالوا نكتب الفورس كانت بتساوي ايه المرة اللي فاتت؟ ام ال تي ماينس 2. الاريا اللي تربيع الثابت الميو انا عايزه، هكتبه كده بسرعة، انا عايزاه. الفيلوستي ال تي
ماينس 1 الواي ال صح؟ دي مع دي ماشي، التربيع مع ال اللي فوق دي هتيجي هنا سالب واحد، هتروح الناحية التانية بموجب، فراحت ايه؟ اتبقت لي هتني هنا سالب واحد، تمام؟ يبقى انا هقدر من هنا اقول الميو بتساوي ايه؟ بتساوي هي ام دي ثابتة معايا، ادي الام، ال ال دي مش هتطلع فوق بسالب، يبقى دي ال اس ماينس 1، التي هي اوريدي فوق بقت بسالب بسبب ايه؟ تي في سالب 2، سالب 1 سوري، سالب 1 ماشي؟ يبقى انا من هنا عرفت اشترط مين؟ الميو، او ممكن تكتبها في صوره مين؟ يبقى دي كده ثابت الميو بتاعي، الميو بتساوي الدايمنشن بتاعها ام ال اس 1 ماينس 1 سوري تي اس ماينس 1، او بتساوي ايه؟ اف و اف ال ماينس 2 تي في صورة الاف. انا بحب صورة الام، يعني انا بقول لك الدايمنشن على طول بايه في الدايناميك، تقول لي ام ال ماينس 1 تي ماينس 1. لو انا هنا كاتبه لك بقى اللي هو ال بالاس اي اي، على فكره هنا تقريبا دول حصل فيهم مشكله هما فوق، يعني ده كيلو جرام الاس اي تمام، يعني ده هنا مش تحت، وده السي جي سيستم اللي هو الايه الفرنش. وانا بقول لك بقى هنكتب في صورة مين؟ ال صورة الايه يونتس، يعني اقول هنا بتساوي نيوتن في سكند على متر سكوير. بقول لك نيوتن على متر سكوير ده في واحد كده هتاخدوه المرة الجاية ان شاء الله اسمه مين؟ عم باسكال. فبقول نيوتن على متر سكوير بتساوي باسكال، يبقى باسكال في سكند. عندي في حالة السي جي اس النظام الفرنسي هتبقى بالداين، داين في سكند على سنتيمتر سكوير. عندي في حالة السلارد انا طبعا كاتباها اللي هو النظام الامريكان ده او الانجلش، برضه كاتباها في التحويلة بتاعته. بقول لك هنا ال بي لما بتبقى بالباسكال، باسكال بيساوي ايه؟ 10 10 بوز تمام؟ عندي هنا الدالة دي اسمها ايه؟ في حالة السي جي اس في حالة الفرنش يبقى واحد داين في سكند على سنتيمتر سكوير يساوي عم مين؟ يساوي البوز. معلش دي مش مكتوبة في الاستاذ بس مكتوبة تحت، يعني يبقى واحد لما يجي يقول لك المسألة الميو واحد بوز، يبقى أنا عارف إن أنا في أنهي نظام؟ في السي جي اس تمام؟ يبقى ده واحد بوز بيساوي واحد داين في سكند على سنتيمتر سكوير. بعد كده بقول لك هنا نوتس كده، لما التمبريتشر انكريز الفيسبوستي بتعمل إيه في الجازز؟ في الفيسبروس في حالة الغازات لما درجة الحرارة بتزيد في الغازات ايه؟ الفيسبروس دي بتزيد. الليكويد بقى اللي بيحصل لما بتسخنها طبعا ايه اللي بيحصل؟ اللي هتلاقي الليزوجة بتاعتي قلت في السوائل تمام؟ او يعني ليها او بتحسها يعني. دكتور معلش، هو البويز دلوقتي بيساوي معلش البواز بتساوي واحد بواز بيساوي واحد داين في سكند في سكند على سنتيمتر سكوير، هي دي بس معلش معنى ماشي. انا كاتباها هي بتساوي واحد بس مش عايزه اكتب واحد جنبها، يعني هي واحد بواز ماشي. بقول لك هنا العلاقة بتاع درجة الحرارة كنت قايلها من شوية، خلاص إن التغيير النزول بمين في حالة السوائل؟ لما طبعا بتسخن زي ما انتم شايفين كيرف النزول اللي بيحصل لما التمبريتشر هي تحت التمبريتشر، لما بتزيد هتلاقوا الليكويد ايه بيقل، الغاز طبعا بالعكس تمام؟
عندي بعد كده في حاجة اسمها مين؟ في حاجة اسمها كيناماتيك فيسبوستي، اللي سبع كيناماتيكية أو اللي هي فيها إيه الحركة. بيقول لك in the fluid mechanics the ratio of dynamic viscosity to density corresponds the ratio scale coefficient of kinematic viscosity. النيو بتاعت اسمها نيو، تاني بتاعت اسمها ميو. دي نيو، نيو بتساوي الميو على الرو. بقول لك هنا ان زي في ثابت كده بوظه اللي هي فورميال، بيقول لك ان يو بتاعتي بتساوي لو انت مديك التمبريتشر بتاعي عند اي درجه حراره بعرف تحسبها، بس طبعا انا مش هتبقى معرضين لحساب من الايه من جداول التمبريتشر والمعادلات دي، يعني انا بس مديها لكم للايه حاجه للمعرفه، لكن مش عارفين انت القانون اللي هتعوض فيه اللي هو مين؟ اللي هو القانون اللي فوق بتاعي، هو ده اللي معايا. تمام كده؟ عندي بقى نيو بتساوي ميو على الرو. تعالوا بقى ايه نشتقها زي ما اشتقنا الايه؟ معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، ممكن الصفحة اللي قبل نعم معلش، ممكن الصفحة اللي قبل دي معلش بتاعت الحرارة؟ لا بس هصورها مش أكتر معلش. باشمهندس أنا هنزل المحاضرة على طول وأنا قاعدة معاك قبل ما أنت تخش تاني في الميتنج هنزلها ماشي؟ عشان بس ما نتأخرش عشان الإنسانيات. ها ماشي. عندي ما احنا عرفنا اللي احنا عايزين نشوف بقى ثابت النيو ده بيساوي ايه. عندي النيو اهو، لو انا هعمل الدايمنشن بتاعه نيو بتساوي مين؟ نيو بتساوي ميو على الرو. الميو انا جبتها من شويه كانت بتساوي ايه الدايمنشن بتاعتها؟ بتساوي ام ال اس ماينس 1 تي اس ماينس 1. عندي الرو بتساوي مقاس على الفوليوم، يبقى ام ال اس ماينس 3. اخلص مع بعض هتلاقوا من هنا اللي مفيش مين؟ مفيش ماس ظهر تاني. عندي هنا بتساوي ال تربيع تي ماينس 1. ابتدي بقول لك هنا يا وانا اخليها في صوره يونتس، يبقى في حاله الامريكان والانجلش هيبقى في سكوير على السكند، في حاله السنتي او النظام اللي هو الفرنش سنتيمتر على السكند بتساوي زي ما احنا قلنا في حالة هناك تاني قلنا الدايم في سكند كان بيساوي عم باص صح؟ هنا لا سنتيمتر على سكند بتساوي واحد ستوك، يبقى واحد ستوك عشان يبقى عارفين لما يجي يقول لك في المسألة النيو بالستوك يبقى انت على طول في نظام السنتيمتر سكوير نظام السي جي سيستم. لو انا بتساوي بقى في حالة الاس اي او الانترناشونال بتساوي متر سكوير بير سكند. تمام؟ انا هنا زي معلومه كده النيو ووتر بتساوي ايه 10 اس ماينس 6 حالة متر سكوير بتساوي 10 اس ماينس 2 في اللي هو مين الستور. تمام؟ عندي هنا عايزين نشوف بقى الابلكيشن بتاع الفيسبروست بتاعتي. الابلكيشن دي سهله جدا، احنا اصلا القانون بتاعنا اللي هو مين؟ التاو زي ما انتم شايفين بيساوي مين؟ بيساوي ميو في ال في على الواي، ده القانون الستاندرد. تعالوا نشوف بقى الابلكيشن بتاعتي ايه هي؟ بقول لك عندي هيبقى فيه نوعين من المسائل او ثلاث انواع معلش سوري. النوع الاولاني لما بقول لك اللي هو بيبقى بليت، احنا شايفين فوق مكتوب ايه؟ بليت. بليت بيتحرك في السائل زي ما انتم شايفين. يقول لي هوريزونتال بليت ده في الاتجاه الهوريزونتال ماشي، ده البليت زي ما انتم شايفين عوض عنه التاو بتساوي ميو في الفي على الواي، ومن هنا انا عارف ان التاو بتساوي فورس على الاريا زي ما اتفقنا. اقول ان الفورس بقى في خانه لوحدها اللي بتاثر على البليت تساوي ميو في الفي على الواي في الاريا صح، ده اللي احنا شرحناه في الاول. بيقول لك بقى ايه هي الواي وايه الكلام الكبير ده، وهي وانا عندي بقى سطحين زي ما انتم شايفين ادي هنا يبقى سطح واحد. لو انا عندي تو فيكسد سيرفيس عندي سطحين هيبقى فيه تاو واحد وتاو اتنين زي ما انتم عارفين، واحده فوق واحده تحت. تمام؟ يبقى انا هقول ان الفيلوسيتي اللي سوري الفورس اللي عندي بتساوي سمشن مين؟ التاو اهي في الاريا، احنا عارفين ان التاو فورس على الاريا.
فانا عندي هنا اتولدتني زي ايه، قسمت المساله وبقسم المساله لاثنين. بس خلي بالك هنا بدل المساحه الاحتكاك واحده والمساحه زي بعض، البليت زي بعض، يبقى المساحه واحده كونستنت ثابته، تمام؟ يبقى انا اقول اللي بتختلف عندي، بس اللي هيختلف معايا واي واحد وواي اثنين. الواي ده انا هسميها في المساله، يا اما يجي يقول لك الكليرنس هايت، كليرنس يعني مسافه الخلوص للبليت ده، يبقى هي اسمها واي. او يقول لك مثلا ايه الثيكنس بتاعي ما بين الفيكسد بليت والبليت الموفنج ده المتحرك، يبقى ده مين؟ ده الواي بتاعتي. هنشوف في المسائل. يبقى دي الحلقه الاولانيه اللي انا بدرس على مين؟ على بليت، الابلكيشن على بليت. بعد كده عندي لو انا قلت بقى البليت ده يوم ميلته هو، بس الحاله الثانيه دي يعني من نفس الحلقه الاولانيه، لو انا عندي البليت بقى ماشي مايل انكلاين، انكلايند بليت يعني بليت مايل، هبقى اكيد لازم يبقى فيه مين؟ لازم يبقى فيه زاويه وليه سيتا معينه ماشي بزاويه، عشان برضو فيها يبقى كده بدل مايل هيبقى فيه تحت تاثير وزن، زي ما انتم شايفين كده هو مش افقي فباين مايل، فهيبقى فيه تحت تاثير وزنه معايا، فبقول ساعتها حللها ساين وكوساين وايه والكلام ده. ما تساوي هنا او الفورس هتبقى بتساوي وزن في مين؟ في ساين سيتا، برضه في الميو اللي هي الثابت في الفي على الواي في الاري، كلام ما فيهوش سيستماتيك، ما فيهوش اي حاجه. لو انا بقول بقى السلندر ده، لو انا بقى بص كده، انا قلت من شويه فوق ايه بليت صح؟ هنا بقول ده مين ده بقى؟ اسطوانه سلندر، هو بقى اللي بيتحرك جوه ايه؟ جوه زي مين؟ زي ترانك العربيه. لو انت عندك عمود الترانك بتاع العربيه بتاعي بتحرك، طبعا انتوا عارفين ان الزر ده عباره عن ايه؟ ساعد لازم بحطه عشان ما يحصلش احتكاك بيني وبين ايه؟ الحاجه الحديد الثانيه، صح كده؟ ما تقعدش بمعنى صح بالبلدي يقعد يعمل احتكاك ويخبط فيه زي الايه؟ العمود بتاع العربيه والبيرنج بتاع العربيه بتاعي. عندي هنا بقول لك ان الفورس موفينج سلندر برضو ايه؟ في لينير فيلوستي اللي هي ايه؟ سرعه خطيه عاديه. بقول لك عندي زي ما انتم شايفين اهو السلندر اهو، المفروض اللي هو ايه بيلف في مين؟ في الماسوره الثانيه او الفيرسد الثاني من الجسم اللي هو مرات ثاني، زي اكن ايه عمود الفردان بتاع العربيه. عندي هنا الفورس بتاعي بيساوي ميو في الفي على الواي، ما حاجه سيستماتيك. الواي بقى هنا زي ما انتم شايفين بيساوي ايه؟ المسافه الخلوص ما بين السلندر ومين؟ والبليد، اللي هي بتساوي وانا هنا عندي اثنين سلندر بيلفوا جوه بعض، يبقى لازم يديك مين؟ لازم يديك بقى الريديوس او الديامتر، تمام؟ تطرح ار 2 ناقص ار 1 هتجيب مين؟ تجيب الواي بتاعها. ده اللي هنشوفه في المسائل. عندي هنا لو انا عايز اعرف ايه بقى، انا قلت لك من شويه مساحه البليت المحتكره هي مساحه البليت، صح كده؟ انا برضو هنا بقول لك اللي هو العمود بتاعي او السلندر بتاعي اللي بيدور في السائل هو ده اللي بدرس عليه مين؟ الفريكشن او الاحتكاك. يبقى انا هنا كانها انهي مساحه بقى؟ كانها المحيط بتاعي، كانها مساحه جانبيه، كانها محيط في مين؟ في طول الايه؟ السلندر المحتك بس في السائل. يبقى كاني بدرس 2 باي ار اهو في الطول بتاعي اللي هو ال، يعني الطول المحتك فقط مش طول الطول بتاع السلندر. هو هيجي يقول لك ان السلندر اللي بي يعني في السائل جوه طوله كذا، ما هو ده الطول المحتك بتاعي. عندي بقى برضو نفس الكلام هنا، لو انا عندي دخلت معاك الويت معايا في السلندر، انا هقول لك في مسائل الويت دي انا مدخله الويت معايا ولا لا، تمام؟ ده برضو حالتين زي ابلكيشن، نفس الكلام الار وده تطرح من مسافه الخلوص والتاو، ودي في حاله الفيرتيكال نفس حاله الهوريزونتال، بس ايه في حاله الفيرتيكال هندخل معانا الويت بتاعي الوزن معايا، تمام؟ عندي بعد كده اهم حاله بقى، وهي دي هتلاقوا مسائل الامتحان بتاعتي فيها ايه مسائل بقى، هتلاقوا دي ايه هنا، دي بقى مسائل حلوه يعني. الروتيتنج سلندر اللي هو ايه؟ زي بقى عمود الكردان بقى والعربيه وشغل عين، كني بقى سلندر بيلف جوه ايه؟ سلندر تاني، هيلف بايه؟
مفروض الكلام الاولاني اللي هي السرعه هتيجي صريحه، صح كده؟ لا، بقول لك هنا السلندر ده اهو، لو انتم متخيلين طبعا انا هحاول اجيب شكل فيه تخيل اللي هو فعلا. لو انتم تخيلتوا معايا ماسوره بتلف جوه ماسوره، بتلف عن طريق مين بقى؟ عن طريق حاجه كده اسمها مين؟ اوميجا. ايه الاوميجا دي؟ او ايه ممكن في المساله ما يدكش اوميجا، بس يديك حاله تانيه هكتبها برضو، خليكم معايا. مش عارفه هي في السلايد متضافه ولا لا. بصوا معايا كده، بقول لك ان السلندر ده اللي بيلف عندي، بيلف عندي عن طريق حاجه اسمها عدد اللفات ان. ان بتساوي ايه؟ ان بدالك بيقول لك مثلا اي سيان اي رقم، بس بدالك بحاجه اسمها ار بي ام. يجي في المساله يقول لك وكانت، ما يقولش بقى سرعه، يقول لك وده السلندر روتيتنج ب 400 ار بي ام. روتيتنج ار بي ام ده اللي هو ايه؟ انا اديني عدد لفات اللي بيلف بيها السلندر ده. من هنا هجيب حاجه اسمها مين الاول؟ هجيب الاوميجا. الاوميجا دي اللي هي ايه؟ الانجلر فيلوسيتي، السرعه الزاويه بتاعتي. السرعه الزاويه دي سرعه عاديه ولا مش سرعه عاديه؟ لا مش سرعه عاديه، دي سرعه الزاويه بتاعت الجسم اللي هو بيلف بس. لو انا عايزها سرعه عاديه اعمل ايه؟ اضربها في ار، اضربها في الريديوس بتاع اللي هو المحتك، يعني كأنها هنا في ار واحد، تمام؟ يعني الريديوس اللي هو بيلف، يعني من جوه هو اللي بيلف، السلندر اللي جوه هو اللي بيلف، فكأنها دي في ار واحد. ماشي؟ تعالوا بقى نشوف لو انا ايه العلاقه ما بين ال ان والاوميجا؟ هجيب اوميجا ازاي؟ انا مداني ان، ال ان عندي بتساوي ايه بقى؟ او الاو عشان احولها اوميجا، احولها ازاي؟ الاوميجا عندي بتساوي 2 باي ان على 60. الباي على فكره ار دي يعني راد، راد بير مينت، ريديان بير مينت، زي ريديان عشان دورانات، تمام؟ راديان بير مينت. فانا عندي هقول الاوميجا بتساوي، دي اوميجا بقى مش وزنها، اقفلوها بقى معايا عشان معلش المكتب نبض الكتابه بتطلع شكلها مش حلو. الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، هيديني كده ال ان بتاعتي عدد اللفات معايا ب 400 لفه في الدقيقه، تمام؟ اقسمها على 60 عشان احولها مين؟ عشان احولها لسكند، منت لسكند اقسم على 60، يبقى انا هجيب بعد كده اللينير فيلوستي العاديه بتساوي فيلوستي بتساوي اوميجا اللي انا جبتها من القانون ده، اضربها في الراديوس اللي هي الخاص بالدوران، الراديوس اللي بيلف بيه عمود بتاعي او السلندر اللي بيلف. بعد كده مسالتي عاديه خالص، التاو بتساوي ميو في الفي على الواي. لو عايز فورس، الفورس اهي تاو في الاريا. عندي بقى نفس الكلام، هشوف الواي هجيبها ازاي. هي المسافة في الخلوص دي اللي هي ايه؟ الكليرنس، يبقى بتساوي سوري ار 2 ناقص ار 1. لبنا هنا وعندي الفلوس خلاص عرفناها فوق. الاريا، الاريا برضو هي مين؟ مساحة المحتكة فقط، اللي هي 2 باي ار، طبعا ار 1 طبعا خدوا معاك يعني اللي احنا هنقوله ده 1 في مين؟ في طول الحلو ده اللي هو الطول المحتكة فقط. لو انا جيت بقى في المساله، طبعا انا بحب قوي مساله الروتيتنج دي اللي فيها الاوميجا، بحب اقول انا عايزه مثلا حاجه اسمها التورك او الباور، مش بقول عايزه التاو. هتعمل ايه بقى؟ بقول هنا دكتور. ايوه بص حضرتك، هو احنا انا يعني وصلت معاك لحد لما الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، تمام؟ تمام. بعد ما قسمنا 400 مع ال 60 فضلت كده ان الاوميجا بتساوي 2 باي ان. 2 باي ان في 400 على 60. تمام. ليه بقى 400 ده؟ بيديك، انا بديك عدد لفات تمام مش سرعه. عدد اللفات ار دي يعني راد بير مينيت، يعني راد على مينيت. طب هنا فين الار في القانون ده؟ يعني هو هنا مفيش ار، يعني اللي هو الاوميجا 2 باي ان على 60. ده مش ار، ده مش قانون. هو بص مفيش ار هنا خالص، هيديك ده ان ده
بتساوي مثلا هكتب اي رقم، بس ده مش اكزامبل، مش مساله. تمام. ماشي، هقول هنا يا شباب ان عدد اللفات في المساله، هنجيبكم كمان مساله كمان شويه، بتساوي 300 لفه في الدقيقه. تمام. انا بقى ما عنديش حاجه في المسائل اسمها ان، انت شفت من اول ان انا الكلام بتاع البسبوس عمال اقول ان خالص، مفيش حاجه، ما اشتغلتش بعدد لفات خالص انا، صح كده؟ هنا بقى بقول لك دي اولاد المساله في صوره انجلر فيلوسيتي، سرعه زاويه. الانجلر فيلوسيتي السرعه الزاويه، لا انا مش بستخدم سرعه زاويه، انا بستخدم سرعه لينير، صح كده؟ تمام. يبقى انا لازم احول السرعه الزاويه لينير، فانا لقيت كمان السرعه الزاويه عندي مش جاهزه. ليه؟ ده مديني يا عم، ده بيقول لك ان العمود بتاعي ده بيتحرك ب 300 لفه في الدقيقه، دي مش سرعه خالص، ده عدد لفات، لازم احولها لسرعه. احولها ازاي؟ بص بقى معايا، خدت ال 300 بتاعته دي ضربتها 2 باي الباي دي اللي على احنا معوض 60. عنها اللي هي 3.14 من 100. ايوه برافو، اه 3.14، لان ده ريديان. ريديان عارف تمام. انت الريديان وال عارفين الراد والدكتور والحاجات دي، انتوا حاجه بقى ينفع في فاهم. الرياضه يعني. ماشي، ريديان ضربتها 2 باي ال على 60، تمام؟ 60 دي عشان المينت لسكند، اوكي؟ تمام. بعد كده جبتها اوميجا تمام. ضربتها في الريدياس، طلعت لينير فيلوست، هو ده اللي انا عايز اخش فيه في المساله اصلا. تمام كده دكتور. اه ماشي، كده نكمل. تمام ماشي. ماشي تمام. ماشي، عندي بعد كده بقول لك المساله دي ما بطلبش بقى فيها شير ستريس صريح اجيبها، بقول لك لا انا عايزه يا عم التورك. التورك هو كاتبالكو بيساوي ايه تحت؟ بيساوي الفورس اللي انت عوضت عليها خالص عاديه اهي، في مين؟ في الراديوس برضو الموفينج، كله راديوس 1، كله الراديوس الايه؟ الموفينج بتاعي، راديوس اهو 1 الايه؟ المحتك بتاعي، تمام؟ جبت هنا التورك، لو انا عايزه باور، باور بيساوي ايه؟ بيساوي التورك في الاوميجا. الباور اهو بيساوي التورك في الاوميجا، تمام؟ ده كل دي بس ابلكيشن، انا لسه ما حلتش اكزامبل. كل دي الابلكيشن او الحاجات اللي هتجي لك معاك التطبيقات، اي تطبيق في اي مساله هيجي بالمنظر ده، على يعني مديك وصلت الابلكيشن كلها. تعالوا بقى نشوف مساله سهله، هي بس الوقت الساعه كام عشان هو. طب بصوا، احنا فاضل 10 هنتكلم دقايق. بسرعه المسائل ونشوف الاسئله، ولا ناخد اسئله ونخلي المسائل المره الجايه؟ انا كده هبتدي اخش في المسائل. حد عنده سؤال؟ شباب؟ بس دكتور لا عايزين تمام يا دكتور. نعم؟ السلايد، احنا عايزين بس السلايد عشان عايز ابعته للجروب الدفعه على الواتس. انا خلاص، بس خلاص المسألة وهتكون حاضر. خلاص تمام. حد عنده سؤال في شرح كل النهارده الدرس سهل عن البسبروس، حاجة قليلة مش مزودة كتير يعني السؤال. حد عنده حاجة؟ حاجات قديمه يعني. إيه؟ هي حاجات قديمه اتشرحت قبل كده في اعدادي. طيب تمام، تعالوا بقى ايه نبتدي اول اكزامبل بتاعي. بص انا النهارده خلاص البسبوسي بالاكزامبل بتاعها، لو يعني في اكزامبل زاد ولا حاجه المره الجايه هبتدي بيه اول المحاضره، تمام كده؟ اول اكزامبل عندي بيقول لي at a point of viscosity flow the shearing stress is 35 كيلو باسكال، كيلو باسكال and the velocity gradient 6 ايه؟ 6 ريف. If the specific gravity of the liquid is 0.33 what the kinematic viscosity؟ بصوا يا شباب المسألة طبعا المفروض اللي أنا كنت رسمت هنا، بس دي تطبيق مباشر ما فيهاش رسمة، المفروض كنت رسمت رسمة عشان تبين لكم بس التوضيح، لازم نبين برسم توضيح، تمام؟ بس أنا هنا مش رسمة، عايزين بقى واحدة واحدة كده نشوف إيه اللي إحنا فهمناه وإيه اللي ما فهمناهوش. أول حاجة بيقول لك إن شير سترينث، الشير ستريس سوري اللي هو مين؟ الناس هي نكتب فوق عشان الناس برضو تشوف مين الشير ستريس في المسألة هنا؟ اللي هو عم التاو، إدالك كام؟ 35 كيلو باسكال، الباسكال ده أنهي وحدة بقى؟ الباسكال ده وحدة نيوتن،
طب انا عارف ان لازم الوحده بتاعتي كلها نيوتن او متر يعني وكيلو وسكن، تمام. بعد كده بيقول لي الفيلوسيتي جريدينت بتاعتي. انا قلت لك من في الاول السلايد كده انا بشرح اللي هو انا جبت لك صوره الفيلوسيتي جريدينت، يبقى دي مين؟ يبقى ده دي في باي دي واي على طول، تمام. وانت هتلاقيه هنا صريحة كده ملهاش وحدة، هي ليها وحدة ولا ملهاش؟ اه ليها وحدة ولا ملهاش؟ الدي في باي دي واي لا ملهاش، لا ملهاش ايه؟ ملهاش ليه يا عم؟ عشان مخدوش المرة اللي فاتت لو انت عشان مخدوش المحاضرة. بعد كده عندي specific gravity of a liquid اللي هو مين؟ ال اس جي بتاعي، طبعا فاكرينها دي، دي مفتاح المسائل. فاكرين لما قلت لكم هيديك ال اس جي مش هيديك الروما ولا الرو؟ ال اس جي 33. بيقول لي what is the kinematic viscosity؟ مين ال kinematic بقى؟ ما بيجيش يقول ميو ولا نيو ولا الكلام ده، بيقول لك كايناماتيك او دايناميك. الكايناماتيك اللي هي مين طبعا عشان انتوا لسه ما فكرناش، اللي هي مين؟ النيو. تعالوا بقى نمشي واحده واحده في السوليوشن بتاعك. بقول لك عندي هنا اول حاجه التاو اهي بيساوي 35 كيلو باسكال، ضربنا في 1000 بقت 35000 باسكال على طول، هي نيوتن على متر سكوير، وده مداني رقم صريح، الاس جي صريح. انا عارف ان نيو اللي هو عايزها بتساوي ميو على الرو، صح؟ لازم اجيب ميو الاول، وانا عندي الاس جي بتاعت السائل هقدر اجيب منها مين؟ الرو بتاعتي. هبتدي اطبق عادي من الحاجات اللي عندي، التاو اهي تساوي ميو في الجي في باي دي واي. تعالى نشوف اهو التاو اهي صريحة، وبعد التحويل وظبطها تساوي ميو اللي انا عايزها عشان ادخلها في المعادله اللي فوق دي في 6000 صريحه، ما فيهاش حاجه المساله دي. طلعت الميو عندي اهي، تمام، تطلع 5.83. بعد كده الميو معايا، مش انا بقول لك في قانون عشان اجيب الكينمات بيساوي ميو على الرو، الرو مديني اس جي للسائل، يعني السائل ده مش ميه. طبعا انتوا عارفين نزوره الميه قليله، فالسائل اكيد حاجه لزجه فيها لزوجه. ال اس جي بتاعت الشيء اللي مدهولنا ال 0.33 لازم اضربها في مين؟ انتوا شايفين اهو كانت بيها ايه؟ بتساوي راما 33 راما فلويد على راما ووتر، او بتساوي رو فلويد على رو ووتر، اي حاجه براحتك عوض فيها. انا عوض في الرو عشان ايه؟ هنا في رو، تمام؟ حاله الرو فلويد بكام؟ الرو ووتر بكام في حاله النيوتن؟ في حاله الكيلو يعني؟ الرو ووتر في حاله الكيلو بتساوي 1000، يبقى انا ضربت البوينت 33 في 1000، جبنا الرو في حاله الليكويد بتاعي 330 كيلو جرام بير متر كيوب. عندي بعد كده هبتدي اعوض تعويض مباشر، عندي هنا اهو الميو بس بالنيوتن، عشان اخلي تحت الرو بالنيوتن هضربها في كام؟ هضرب في عدد الجاذبيه الارضيه بتاعتي 81، تمام. ظبطت الوحده عندي، طلعت مين؟ طلعت النيو عندي بالمتر سكوير بير سكند. عندي طبعا مساله ما فيهاش دي هنا تعويض مباشر طبعا، يعني انا بفتح بس حاجه بسيطه كده، اول حاجه اللي هي ايه؟ اول مساله سهله يعني. بعد كده عندي نخش بقى للحاجات المهمه بتاعت الشيت. بص كده معايا، بيقول لي ديترماين ذا فورس ريكوايرد تو بول 1 مليمتر ستيفنس بليت بين تو سنشري بارال بليتس سيبريتد باي اداب 4 مليمتر ذا موفينج بليت از 2 في 3 متر سكوير. سوري معلش دي سكوير بس تقريبا يعني هعدلها بعد ما اقفل السلايد. سكوير فوق يعني سيرفيس اريا، يبقى ده سيرفيس اريا اند از لوكيتد 0.5 مليمتر from 1 to century plates. The moving plate has a velocity
1.2 متر بير سكند. And the viscosity of lubricated is 0.07 bars. بصوا يا شباب، أنا هشرح المسألة دي كويس جدا والناس تنتبه، عشان دي بقى مسائل تقيلة وأنا هقول كل حاجة فيها، واللي مش مفهمش حاجة يقولها لي. بيقول لك هنا عندي تو فيكسد بليت، عندي بليت أهو، البليت أهو، هو بليت أهو ثابت وبليت أهو تاني تحت، ماشي؟ بينهم كان ثيكنس بليت، بليت أهو الثيكنس بليت بتاعه يعني ارتفاعه 1 مليمتر. البليت ده اللي هو بقول لك بسحبه زي ما انت بقول تو بول، يعني يسحب الفورس، عايز الفورس اللي بتسحب الايه البليت ده من جوه السائل. بيقول لي between سنشري بارل، يعني سنشري يعني زي فيبس بارل، يعني ايه بارل موازيين لبعض. وهو هنا في المساله ما قاليش هورزونتال ولا فيرتيكال، ارسمها زي ما ترسمها، الرسمه مش هتجيبك. بيقول لي كان الجاب ما بينهم ده 4 ملم. بيقول لي الموفنج بليت بتاعي ده اهو، البليت اللي بيتحرك ده عندي هنا بيساوي ايه؟ الاريا بتاعته، السيرفس اريا بتاعته 2 في 3 متر صريحه ايه؟ عن اند لوكيتد، لوكيتد يعني موضوع او محطوط على عند ايه؟ نص مليمتر فروم 1 مين سنشري بليتس. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك حطيته من تحت ماشي، هو ما قاليش على بعد عني، وقال لي من ايه 1 اي حاجه فروم 1 يعني خليها بقى من اللي فوق اي حاجه عايز تحطها من تحت صح برضه. بقول لي البليت ده موضوع على بعد نص ملي من اي واحد فيهم، انا حطاه هنا من فوق انت هتحط تحت مفيش مشكله تمام. هو ارتفاعه كله 4 وانت حطيته على بعد نص ملي، وهو كان الثيكنس بتاعته ذات نفسه 1 ملي، هيتبقى كام؟ 1.5 من 4 يتبقى 2.5 اللي هي دي مين يعني؟ اللي هي دي الواي 1 واي 2 الكليرنس بتاعتي. عندي بعد كده بيقول لك ذا موفينج بليت، كان البليت بتاعي ده بيحصل موفينج عن طريق فيلوستي بكام؟ 1.2 متر بير سكند. بيقول لي اند فيسبوستي لابريتيتد، لابريتيشن يعني ايه؟ يعني الفيسبوستي بتاعتي السائل اللزج ده مغلف، مغلف البليت ده من تحت زي ما احنا قلنا فيه، ادي السائل هنا ده بيغلف لي البليت يعني بالفيسبوستي بتاعته 0.07 بورز. طبعا انا المساله هنا محلوله، بس انا المفروض بقى عندي اول حاجه في المساله ببص كده لما اخش اشوف ايه الابعاد او ايه الريكويرمنت اللي موجوده عندي. اول حاجه انا عندي الاريا، انا عندي تخانه البليت قد ايه؟ عندي الواي 1 واي 2 زي ما قلت، عرفنا نطرح ده من ده جبنا واي 1 واي 2. عندي الفلوستي، الفلوستي خلي بالكم كده بص لها بصه ادالنا بمين؟ بالمتر على السكند صح؟ نكمل، مديني حاجة اسمها فيسكوستي. هو هنا في المسائل زي ما قلت مش هقول الفيسكوستي والميو ولا النيو، أنت هتعرفها من الدايمنشن بتاعها من اليونتس بتاعتها ماشي. عندي بيقول لي اللي هي الفيسكوستي 0.07 بواز، بواز اللي هو وحدة مين؟ وحدة الدايم اللي كان عم مين؟ احنا قلنا واحد بواز بيساوي واحد دايم في سكند على سنتيمتر سكوير صح كده؟ ده البواز بتاعي. فبقول لك هنا الفلوستي بالمتر والابعاد بالمليمتر والاريا بالمتر والفيسكوستي بالدايم، هتقول لي كده الدنيا ايه مش ظريفه، لازم نحول حاجه. انا هنا حولت لك الدايم لنيوتن، يبقى انا هشتغل كل ابعادي بالمتر تمام كده؟ عندي هنا هقول الاريا هي 2 في 3 متر، الميو بتساوي ايه؟ بتساوي كده بقى هنا دي ميو لانها بوز 0.07 بوز، البوز عشان احوله لنيوتن هقسم على 10. طبعا التحويله دي انتوا ظبطوها مش هعرف هنا يعني استنتجها،
انا مستنقلها في حته قبل كده، يبقى انا عارف هنا عشان هقسم على 10 عشان احولها لمين؟ لنيوتن. ماشي، هي على الناس اللي ايه خط طالع معاهم مش حولتها نيوتن. نيوتن في متر في سكند على متر سكوير. نبتدي ايه السوليوشن بتاعي عندي هنا الحاله دي، مش انت شايف ان الويات اختلفت في واي واحد واي اتنين؟ ادي هنسمي دي، نسميها دي واي اتنين، ودي الارتفاع ده واي واحد. بصوا هنا معايا، حد هيقول لي انت دلوقتي المفروض ان الواي دي لغايه السنتر لاين بتاع البليد، صح كده؟ البليد ده سيكنس حاجه كده يعني سن حاجه رفيعه جدا، فانا هاخده من بره البليد عادي، مش هطرح يعني من السنتر لاين، تمام؟ فهتبقى الواي واحد صريحه بنص ملي، والواي اتنين صراحة باتنين ونص متر. خدت هنا بقول ان التاو بتاعتي هو عايز الفورس صراحة اضرب في الاريا من الاول، لإما هنمشي واحدة واحدة عشان الناس طبعا اللي هي مش هتعرف، هنمشي نقول التاو بتساوي سميشن التاو، عند التاو بيساوي سميشن التاو واحد زائد التاو اتنين، تمام؟ التاو عندي بتساوي ميو في ال في على الواي واحد، الميو ثابتة طبعا، السائل له نفس اللزوجة، إن سائل واحد، إلا لو هو قال لك إن سائل هنا في ميو يعني ليه لزوجة ثابت لازم تاني غير الثابت اللي فوق، يعني سائلين مختلفين، هنا قال لك لا سائل واحد لزوجة واحدة، فبقول لك هنا هقول أدي الميو عندي عوضت فيها عندي، وخد الفيلوستي برضه عامل مشترك معايا بره، وخد إيه؟ دول عامل مشترك ودخل الايه واي 1 واي 2 مع بعض، تمام كده؟ هنا ضرب في 10 اس ماينس 3 ليه؟ عشان انت خلي بالك الملي عشان تحوله المتر هتقسم على 1000. ماشي نرتبها ولا خلاص الناس المفروض عارفين؟ المفروض هنا طلعت الوحده عندي بنيوتن على متر سكوير اللي هو مين؟ اللي هو الباسكال. عندي بعد كده الفورس بتساوي ايه؟ التاو في الاريا. التاو في الاريا عندي اللي هي التاو ان انا ركبتها هضربها في الاريا بتاعتي 2 في 3 اللي هي الاريا العاديه هو مداني بالمتر، طلعت هنا الفورس بالنيوتن كده الوحدات بتاعتي كلها مظبوطه وما فيهاش اي مشكله. حد عنده اي سؤال في الاكزامبل ده؟ شباب يا دكتور تمام تمام حد عنده اي سؤال؟ تمام يا دكتور. ماشي، المسألة دي هتلاقوها في الشيت زيها. طب بص احنا هنشوف فاضل قد ايه في المسائل. لو كده نكمل المرة الجاية عشان المحاضرة كمان شوية، ولا نكمل؟ لا لا نكمل المرة الجاية يا دكتور، معلش الدماغ خالص راح. طيب احنا يعني المرة الجاية هنبتدي مسائل الفسكوستي تاني، ماشي؟ ونخش على الشابتر الجديد بإذن ربنا. ماشي؟ ان شاء الله ان شاء الله. ادخل الساعه كام طيب؟ 11 وربع كده دكتور. ممكن سؤال؟ احنا كنا عايزين المرجع بس بتاع الميكانيكا. مرجع المحاضرات؟ اه والله يعني جايبها محاضرات كتير عندي كتب عندي، انا ممكن يعني اجيب لك لينك ولا حاجه اوديك سورس حد يجي ياخد مني في المكتب اديله كتب ولا حاجه ياخدوا منها حاجات، تمام كده؟ طيب والسلايد هتبعتيه ازاي؟ نعم السلايد حضرتك هتبعتيه ازاي؟ هبعته لك دلوقتي فايل على التيم، على التيم برضه. اوكي تمام ماشي يا دكتور. في اول الانسانيات قول لي وصل ولا لا، انا هبعته دلوقتي. تمام ماشي ماشي، السلام عليكم.